النشرة الثقافية ونبدأها بأبرز العناوين. المحاضر ودورها في تدريس علوم اللغة العربية. لعب الدبوس ثقافة تعكس التراث والتاريخ. التيدينيت وأردين صنفان من أصل واحد في الفن التقليدي. أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل. تعتبر الفصاحة والإقبال على علوم اللغة العربية الداعمة للشرع وتدريسها في جامعات الصحراء المعروفة بالمحاضر أهم المميزات التي عرفت بها بلاد شنقيط. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. بلاد شنقيط بالفصاحة والإقبال على علوم اللغة العربية وتدريسها في جامعات الصحراء المتنقلة المحاضر التي شكل الدرس اللغوي واحدا من أهم المتون العلمية فيها عبر العصور، سواء من خلال كتب اللغة العربية ومصادرها الكبرى التي حفظها شيوخ وطلاب المحاضر في أحايين كثيرة عن ظهر قلب مثل القاموس المحيط للفيروز أبادي وغيرها من أمهات كتب النحو واللغة والبيان، حتى قال شاعرهم المشيد في هذا السياق: شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران. بل وصل الأمر بأبرز علماء البلاد مثل والمتالي إلى حد إصدار فتوى شرعية تؤكد وجوب تعلم اللغة العربية، أولا عندما قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء ألزم التعلم. وهكذا تبوأت علوم اللغة العربية في الثقافة الشنقيطية مكانتها المتميزة في السلم المعرفي وذاكرة الثقافية عند الشناقطة، فبرع من بينهم شهابذة أفذاذ في هذا المجال، أصبحت مدوناتهم ومؤلفاتهم مراجع ومصادر في لغة الضاد نحوا وقاموسا ومعارف متخصصة مثل طرة بن بونة وشرح المعلقات ومختار الصحاح وأمهات مراجع اللغة، كما نجد ذلك عند التلاميذ وأعلام آخرين من سدنة العلم وأساطين العربية في هذه الديار. المجرد يأتي رباعيا على وزن فعلله، مضموم العين على وزن فعلة، مكسور العين على وزن فعلة، ومفتوح العين على وزن. واليوم ورغم هذا الرصيد المذخور من علوم الضاد في موريتانيا إبداعا وتأليفا، أصبح المشتغلون بهموم هذه اللغة في زمن العولمة والصراع الحضاري والثقافي يحاولون الدفاع عنها بشتى الطرق، فنشأت جمعيات ومنتديات لحماية اللغة العربية والدفاع عنها والمحافظة على موروثها الثقافي الشنقيطي الأصيل في هذه الديار مثل جمعية أمناء الضاد والمرصد الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية، مثل جمعية أمناء الضاد والمرصد الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية والمركز الموريتاني لحماية اللغة العربية وهيئة أخرى مشابهة أصبحت تستشعر الخطر المحدق بلغة المتنبي في زحمة الصراع مع القيم الاستهلاكية الجديدة وتراجع مكانة اللغة العربية في مخرجات التنمية والتعليم والسوق العملي وحوار الثقافات. ولتسليط الضوء أكثر مشاهدينا على هذا الموضوع، نستضيف لكم معنا في الاستوديو الدكتور سيد الأمين والسيد أحمد بن ناصر. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. بداية، ما هي أمهات الكتب في مجال الفكر واللغة التي كان يعتمد عليها الشناقطة المتميزون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل وأشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشكر القناة الثقافية على هذه الاستضافة وهذه السانحة، لأن الموضوع مهم جدا. من المعروف أن الشناقطة اعتنوا باللغة العربية أكثر من غيرهم، وقد شهد لهم بذلك القاصي والداني، واعتناؤهم بها يرجع إلى أن اللغة هي وعاء التفكير، لأن الذي لا يحسن اللغة لا يستطيع أن يحسن التفكير، وقد فهموا مبكرا أن اللغة هي المدخل الأساسي إلى كل العلوم، فأعطوها العناية اللازمة والكافية، ولذلك كانوا يدرسون المتون الكبيرة المهمة
كانوا يدرسون مثلا ألفية ابن مالك المسمات بالخلاصة، وهذا الكتاب يعرف من المعروف أنه من أهم الكتب، ليس في موريتانيا فقط بل في المشرق والمغرب العربيين من أهم الكتب ألفية ابن مالك. كان يدرس أيضا كافية بن الحاجب، تدرس أيضا لامية الأفعال في الصرف وإحمرارها الذي لا يجهد زمن بشكله لإحمرار ولزين الذي أضاف إضافة نوعية إلى عالم الأفعال وعالم اللغة. كانوا يدرسون أيضا كتب الشعر، يدرسون الديوان الستي، يدرسون شعراء الإسلام وشعراء الجاهلية وشعراء المخضرمين، وكانوا يدرسون أيضا القاموس، كانوا يعتنون بالقاموس. لم يكن مبرمجا في الدرس اللغوي ولكنهم كانوا يعتنون به عناية كبيرة لأنه هو المرجع. أيضا كانوا يعتنون بلسان العرب لابن منظور، والكتاب الذي عليه الشرح الكبير تاج العروس في حل تاج العروس في حل ألفاظ القاموس. هذه المتون وغيرها اعتنى بها الشناقطة، وهي الأمهات الركيزة في علم اللغة. هكذا تميز الشناقطة بهذا. ومن المعروف أن من بين الأمور التي يطالعها المشرق العربي هي ندرة إتقان اللغة العربية بالنسبة لندرة نوعية الإتقان. ولهذا طه حسين عميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي تعلم النحو على محمد محمود التلاميذ التركزي، هكذا ذكره وكتابه هو في الأيام، كتاب الأيام لطه حسين. يقول كان يدرسنا الشيخ الشنقيطي ألفية ابن مالك، ويذكر كيف أنه كانت لا تمثل له بالنسبة له شيئا، معناها لا يتكلف فيها أي عناء لأنه كان يتقنها حق الإتقان، فكأنه ولد يعرفها. لذلك أيضا من ذلك أيضا أنهم كان اختلفوا حول كلمة في اللغة في سنوات ماضية، اختلفوا على كلمة في اللغة، قالوا لم نجدها في القواميس. فقال أحدهم ينبغي أن نعود إلى الشعر الموريتاني القديم كشعر الطرب، لأنه هو نفس الشعر الجاهلي فأصبح مرجعا. من المعروف أن الأدب المولد لا يحتج به، أنه بعد العصر العباسي ما عدنا نحتج بالأدب، لكن قالوا يمثل الشراقطة استثناء نظرا لإتقانهم للغة العربية فكأنهم شعراء جاهليون. وهذه المرجعية في القاموس، إضافة كلمة إلى القاموس بفعل الشناقطة، تعطي للشناقطة منزلة كبيرة فعلا. لكن ما هو التعليم الميداني الذي أهلهم لهذه المكانة فعلا؟ التعليم الميداني هو نموذج المحضرة الموريتاني. المحضرة الموريتانية قامت على الموسوعية، ما نسميه الموسوعية. والموسوعية هي أن نحيط بالعلوم الشرعية والعلوم الخادمة للعلوم الشرعية، علوم الآلة. نحيط بالفقه والأصول والحديث، ونحيط بالعلوم الخادمة وهي النحو والصرف وعلم مفردات أو علم غريب اللغة وبالمنطق. هذه الموسوعية هي التي دفعتهم لهذا. كانوا يرون أن النحو ينبغي أن يكون أول ما يقرأ، النحو أولى، يقولوا المتالي، النحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، فهذه الموسوعية التي لا تركز على علم بعينه. والشناقطة أيضا يمثلون فيها استثناء، يمثلونها في أسنة، لا يبارون في الفقه ولا في النحو ولا في الحديث ولا في غير ذلك، نظرا لأنهم كانوا يقرؤون هذه المتون كلا للمنهج الموسوعي كما ذكرت لك. دكتور، في مجال اللغة والشعر كيف نكتسب هذه المهارات بما أوتينا من موهبة ودراسة؟ هذه المهارات نكتسبها عندما نعود إلى المنهج المحضري القديم، فهم يتدرجون في تعليمه، يدرسون المتون الذي شكل ثغرة في المشرق العربي والمغرب غير موريتانيا، هو أنهم يعتمدون على تدريس القواعد هكذا، الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع، أما الشناقطة فيحفظون المتون التي تحفظ القواعد إذن، ويتدرجون فيها. يدرسون أولا عبيد
الآجة الرومية، ثم يدرسون بعد ذلك الألفية، ثم يأتي الصرف، لأن الصرف أصعب من النحو، فيكون في آخر المطاف. هذا المنهج. ثم الدراسة أيضا التي تعتمد على التدرج هي الدراسة التي تعطي نفعا، تعطي نفعا، لأنك إذا درست الطالب المبتدئ متونا تفوق طاقته الاستيعابية يؤول الأمر إلى أنه لن يفهم شيئا. ولهذا يقول القرافي: الأصل في الإقراء تقرير المتن، وما زاد على ذلك فضرره على المبتدئ أكثر من نفعه، لأنه يعانق أشياء لم يؤهله بعد مستواه ولا درجته المعرفية لأن يفهمها. وبالتالي هذا التدرج وهذا المنهج وهذه الموسوعية والاعتماد على المتون التي تبقى معك. اليوم إذا درسوا في الجامعات قواعد النحو، فما الذي يبقى في الذهن؟ لا يبقى شيء. لكن من قرأ الآج الرومية ومن قرأ النحو، هذا يمكن أن يصمد حتى يدفن، تدفن وهذه النصوص مع صاحبها. ولهذا كانت طريقتهم طريقة ناجعة، وانعكس ذلك على مستواهم اللغوي الثقافي. في المنتديات لا يلحنون، وتسمعين الكثير من اللحن كما يقول الشاعر: بصري من لا أود لقاءه، وتسمع أذني ما تعاف من اللحن. هذا في الشناقطة قليل جدا. فعلا دكتور، ماذا عن علوم العقل التي تطبع الشخصية الثقافية العربية؟ علوم العقل يتربع المنطق على هرمها، هي العلوم التي تبين لك ما لا نقول وما الذي لا يقال، ما يقال وما لا يقال. ولذلك ركز الشناقطة على المنطق، لأنه النحو بالنسبة للغة، المنطق أيضا بالنسبة للعقل. لأنه إذا كان النحو يعطي للكلام ضوابط، فيعرف الدارس المرفوع والمنصوب والمخفوض، فكذلك المنطق أيضا يعطيك قواعد التفكير. إذ يعصم، يقول صاحب السلم في المنطق، إذ يعصم الأفكار من غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فله مرتبتان: مرتبة الكشف عن الفهم، بدون المنطق لا نستطيع أن نفهم شيئا، وهو أيضا يعصمك من الخطأ، لأنه يبني لك القواعد التي لا تتناقض، القواعد التي لا تتناقض، ويبين لك القواعد المتناقضة. من ذلك أيضا النحو، النحو علم عقلي كما يقول الجابري المفكر المغربي الكبير، يقول: ذهنية العقل العربي بنيت على ذهنية النحو. وهذا يعني أنه كان علما عقليا، لأن علم العلل فيه هو علم قياس. فهو إما النحو بني إما على السماع، هذا قالته العرب وسمعناه عند شاعر ما، نسمع ونقيس، وإما للتعليل، أن المبتدأ رفع لماذا؟ لأن العرب بدأوا به، والبدء تشريفه هو الرفع، إلى غير ذلك من التعليل. كل هذا يرجع إلى القواعد العقلية. فالنحو مثلا والمنطق وكذلك البيان، وإن كان البيان يميل إلى البعد الفني والأدبي والتحسيني والبياني أكثر مما هو العقل، إلا أنه أيضا يعتمد أيضا في كثير من الأحيان على العقل. طيب، ما أبرز التحديات التي تواجه الثقافة العربية والإسلامية اليوم؟ التحديات كبيرة وكبيرة جدا، وقد أقيمت المنتديات، والكثير منهم يقولون المخلص الوحيد هو الشناقطة، لأن اليوم تحللنا تماما من قواعد اللغة العربية، وانفرط عقد الحفظ، حفظ الشعر وحفظ الأدب، لأن اللغة لا يمكن المحافظة عليها إلا في وعائها، ووعاؤها الشعر والنحو. لهذا يقول البرعي رحمه الله: كلام بلا نحو طعام بلا ملح، ونحو بلا شعر ظلام بلا صبح، ومن يتخذ علما ويلغيه ما يعد، بلا رأس مال في العلوم ولا ربح. ومن شرف الإعراب أن محمدا أتى عربي اللفظ من عرب فصحي. اليوم ساد اللحن، والكتابات اليوم أصبحت ركيكة جدا، والسبب في ذلك هو تخلي الوطن العربي أو الساكن الإسلامي تخليها عن المتون القديمة، عن حفظ الشعر وعن حفظ الأدب النثري الجميل،
تخليها عن تعلم قواعد النحو والصرف، تخليها عن قواعد علم البيان، تخليها عن قواعد المنطق، فأصبحنا مثلا نتيه في بيداء لا أول لها ولا آخر. فالتحديات هي هذه، هي هذه. ومن بين التحديات أيضا أن النظام المدرسي يزاحن اليوم المحضرة، وليس من حسن حظ المحضرة أن تزاحم بالتعليم النظامي، لأن التعليم قليل ما يبقى معك من التعليم النظامي. فينبغي أن نزاوج بين التعليم النظامي، أنا لا أنكر أهمية التعليم النظامي لأنه يعطينا مناهج جديدة، لكن لا ينبغي أن نتخلى عن متوننا وعن قواعدنا السليمة القديمة التي بموجبها كنا سادة اللغة العربية وملاكها. ينبغي إذن أن يكون هناك إذن من بين التحديات أن النظام المدرسي النظامي أصبح الآن يغزو الذهنية المتعلمة. وما زالت عندنا المحاضر بالفعل، وهذا الذي يحفظ لنا شعرة معاوية ما زالت لدينا، لكن أنا أقول أنه بدأ ينحسر دورها، بدأ ينحسر دورها، وينبغي أن يتلافى ذلك لأنها تجربة لا تتكرر. التجربة المحضرية تجربة لا تتكرر، كما أفاد الخليل النحوي في المنارة والرباط حينما تكلم عن المحضرة، بيّن أنها كانت نموذجا فريدا لم يعرف في أي بلد من بلدان العربية، هذا الحفظ وهذه الشمولية وهذه الموسوعية وهذا الاتساع. في نهاية هذا اللقاء من كلمة أخيرة قبل الختام، إذا كان من كلمة فهو أنه ينبغي أن نعتني بلغتنا العربية، والاعتناء بها يمر عبر الاعتناء بالمحضرة، لأن المحضرة هي وعاء اللغة العربية. إذا كانت اللغة العربية هي وعاء علمنا الشرعي ووعاء هويتنا وحضارتنا، فإن وعاء هذه اللغة هو تعليم المحضري. لا أقول إن التعليم النظامي أنه ليس له دور، لكن ينبغي أن يكون دورا مكملا، وينبغي أن لا نتخلى عن تقاليدنا المحضرية وتعاليمها التي بوأتنا مكانة في المشرق العربي وفي المغرب كذلك. شكرا جزيلا لكم الدكتور سيد الأمين والأستاذ أحمد بن ناصر، أشكركم جزيل الشكر. شكرا. وإلى ثقافة الألعاب التقليدية، حيث تعد لعبة العصا المعروفة محليا بالدبوس، تعد من أشهر رقصات الفلكلور الشعبي، وتقام هذه الرقصة في المناسبات الاجتماعية، ويتم اختيار شخصين مختصين في اللعبة لتبدأ بينهما مبارزة شبيهة إلى حد كبير بالمبارزة بالسيوف. تعتبر لعبة الدبوس من أشهر رقصات الفلكلور الشعبي الموريتاني، لا سيما في المناطق الريفية، وتقام هذه الرقصة في المناسبات الاجتماعية، حيث يتم اختيار شخصين مختصين في اللعبة لتبدأ بينهما مبارزة شبيهة إلى حد كبير بالمبارزة بالسيوف. ويمارس المتنافسان رقصة الدبوس على إيقاع الطبول والموسيقى وزغاريت النساء وتصفيق الحاضرين، الذي يبث الحماس أكثر في المتنافسين. وتعود رقصة الدبوس إلى قديم الزمان، فهي مستوحاة من تراث الفروسية والمعارك. وتتطلب هذه اللعبة أن يمتلك المتنافسان أو الراقصان جسدا قويا وعضلات مفتولة، إضافة إلى الخبرة والقدرة على المناورة وسرعة الحركة للمبارزة على إيقاع الطبول. وتحدث الضربات إيقاعا موسيقيا منتظما يزيد من حماسة الجمهور. تقوم الآلات الموسيقية التقليدية في بلادنا على ثنائية جميلة هي التيدينيت والأردين. التقرير التالي يبرز هذا الثنائي الأصيل في تاريخنا المجيد.
الآلة الموسيقية التقليدية في موريتانيا قائمة على ثنائية جميلة أو زوجين اثنين يعزف كل منهما على أوتار الروح العميقة للفرد والمجتمع، هما التيدينيت وأردين، صنوان من أصل واحد. هو تلك المنظومة الكبرى من العادات والتقاليد العريقة والقيم الأصيلة المشتركة الضاربة في أعماق تاريخ هذه الأرض التي جعلت من أصوان صوت الإنسان والزمان والمكان. كانت التيدينيت ولا تزال رمز الحضارة الأصيلة في هذا المجتمع، يعزفها رجال أوفياء لتاريخها المجيد وماضيها العريق في زمن آخر يأبى لها أن تزول. ولا يكتمل الإحساس الدفين بموسيقى أزوان دون حواء الطرب أردين إذا عزفت على أوتاره أنامل فنانة فجاشت الخواطر وحلقت المشاعر في آفاق الرحبة من الحياة الجميلة في هذه الصحراء الكريمة أصالة وتمسكا بالتراث. هذا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة الثقافية. نعود للتذكير بأهم ما جاء فيها. المحاضر ودورها في تدريس علوم اللغة العربية. لعب الدبوس ثقافة تعكس التراث والتاريخ. التيدينيت وأردين صنفان من أصل واحد في الفن التقليدي. شكرا لكم جزيلا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.